رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. وكتاب كني بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر. وكسو جرني الحج ما صفة الحج حج كأيس فديسة قابك الله حجيو حديث كوحن مريني ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين وقالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين وبيجك بقول سقاشن إيو لب بقول سقاشن إيو لب. طيب، وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه. عبد الله بن عمر بن العاص ديتك شلوا فسر نهره ديتك حجك مركلته حواجباتك كمدة إن لحيرته أما إلا قابيو حير الشد مكوا إنت ما عدنا لحيرو يا إن لقابيو وحانا فضل بدن ورسول بكوعي عليه صلى الله عليه وسلم إن لحيرته وأنا مسألة رجع قوني كوا حير الشدة تمرنا لحير أيو أما دمر كيو قابين تهم بام بام مارك سورة قال أما حيرته حرام بيكن قنيسة تبنين حيرة. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وقف وإستاغي في حجة الوداع حجك حجة الوداع أيو جوك سدي يعني إنه إستاغدتك إن الله الله وعليه فجعلوا وحيك ذكالين يسألونه إني ويديا وأصحاب السؤال أي ورسدان فقال رجل نبا مركه وحيرو بالعبي لم أشعر أنه مدريم فحلقت وانحيرتي قبل أن أذبح انت أنا قورعين قورع كوربا وانحيري قال وحيري اذبح قورع ولا حرج وحد بأتأمله. وجاء قوي من آخر مدكله فقال وحيري لم أشعر أن مؤغين بمدريم ولا سكجد بيسناي ودا ماش بل ودا حجري فنحرت وان قورعي قبل أن أرمي انت عن جنن وقورعي بان هرمريي قال وحوري إساقنا ارمي ولا حرج سكتورو وحد بارتا عمالة كما سئل فما سئل الموي دينين يومئذ مالنتا عن شيء أرن وقدم لهرمريي ولا أخر مدل الدمريي إلا قال وحورنيي افعل سماء ولا حرج سماء وحدبنا مال افعل ولا حرج متفق عليه. مركب في هذا الترتيب إن ترتيب كالأول بين الأفعال التي تفعل يوم العيد وهي خمسة شن الرموت أيام مالتا عيدة الحج الأكبر مالتا طبنات شن الرموت بالا سمايا مركب شن الرموت سيدانا أوفي عن ترتيب كاين لو سمايو نمبر 3 هو صدات في ريسو وحويان 5 الرمي كو إنا تورط وهذه يركب مركب اللي انت اللي سور ربن بدو مزدي في اللي يماتو سيدا لو صو صعود الجمرات كالاس كشوا مركب وين لا تورطو وما انت تورنا دوا كو مركب اللي سوى طريرو نحري بعد عيو حوليه ديدت كان يوم مركب هذا ما وضعني وحا وددت بمسؤولين كأهو لو ديبي حيلي غاسو نحرق ونردقايا ونربعين لكو روح نحرقي ثم الحلق هذا نمر كي لغاسو قدرير الجمرات وإن يددكو حيرتان وهالكا انتي لو اللو بابا لسوق بصدي إيا صف لغا قلو باتين تلسك طيرا النحر ثم الحلق هذا نطير شدي ثم طواف كتب أنت في الله صورة ثم أفيض من حيث أفاض الناس
سرب مدو قطط كاد مدو تجا بيها السودان او كلا وكان كعوضة لسوسو شبو طواف كالله سوى هذا ثم السعي سعي باولي ومركي لطوافو كعوضة لو طوافو هذا السعي بين الصفا والمروة هي على الصميمية هكذا مرتبة سلا صارت ترتيب أوفي عن فإن قدم بعضها على بعض دي قار مركة قارك كالله هرمريو أولا كالله هرمريو فلا حاجة ومدى البركة رسولك جوابي صلى الله عليه وآله وسلم كالله هرمر دي دعوة وحدة وطامة كي وريتك بالله بكرت انت تصوي في صورة غاجسي بس أدوسو عطبة تكوشو بكرتا حرم كي إيو كعبة كاسا دوافك سوى بالله صنقو هاتا هولي يكرا صمر المهم مالك تاونا ما شادي يعني كادر تظهر مريكة طيب وعن المسور ابن المخرمة أن رسول رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير رسول كنح روب قلي قبل أن يحلق انتو صنحير نمبو قورعي وأمر روح أمر أشعاب وأصحابتي سنة بذلك أرنكا أيها أصحابتنا أمري طواه البخاري عمرة الحديبية أي أهيد بالليلة ذا مداني وعن عائشة رضي الله عنها قالت روحي تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحيري إذا رميت مركض كنتان واتورتان وحلقتم الحيرتان فقد حل لكم الطيب حلال اللي قاعدين نقول الطيب طيبكي طيب وكل شيء يوحولبا إلا النساء تمركي موغي فتحلل النساء سو ونقول يا وين مركي حلال كان نقول يا وبعد كل الأركان أركانتي أردنا الأربعة يعني ما لنتها لسمين يوردن مركي لما يأي يو حلال نقول كان يحديث بحوكة سنطيبكو إنه وقفكم محرم كحلال أو نقن التحلل الأول بينما لا يحل لهم النساء أين حلال نقنين إلا تحلل ككامل رميسترا أو سمعيو مركا قيب تاس مركا تحلل الأول يتحلل الثاني أياجرة واركينا وأعماشا مركا قيب لسمعيو هي تحلل الأول لكاري مركا تسال أنتو أطورها سوغنته والحيرته لا تورو بورتي دا سوغنته وهذا الحيرته الذبحين طبعا السمعي مركز بنتو قفكو سوق ويستو نركيسي سوحرتو هذا ذو قبطي وقميس كاقر ركاقي أتكع مدى السوء هذا كرتا قفني سوء سيدي سيئة ونولي وحبب الدليم بحرق السوء هذا طيب لكن كان حديث كان أحمد باوري أبو داود سناد كيسنا ضعف أي كجرة لكن لفظ كان سوى هين نحد يا مارت وصحيح نوجرة طيب وعن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحل ليس على النساء حلق وإنما يقصرن رواه أبو داود بإسناد حسن عن حديث شيخ الألباني السبع الجامع الصغير يغير كوكسة تطيئي ليس على النساء حلق تمرك عيغة حير الشلق مرحبا وإنما يقصرن يقوى يبقون قابنا ويقابنا تتموغي محيرا وعن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب أي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أي إذن ويديستي أن يبيت بمكة إنه مكة سو بريو ليالي منها ليالي كليا ليالي يدين قرأ كتب تقاركت لكن منها هلك وحرق داريك را ليالي منها يعني منها بين دي دي فإن دي منها تدكو جيفان وحق اللي تيوغو عباس رسول كوحو وقل على عم وأذيركي إنه يسو مكة جوغو من أجل سقايته ورابنتي صدرته من أجل السقاية ورابكو وحوها انتو بيو يسنا هذا
sodooyinkan iyo biyaha dee la qasay oo kale qabowga ah oo kale qaabka marka qaab sawiiq baa la yidhahday intii biyo la qaboojiyo oo qarbadyo waaweyn lagu shubo ayaa dadka xujaajta laga waraabin jiray marka hawshaas usoo degdegi jiray oo soo aadi jiray wuxuu u baray marka uu ogolaaday inuu isagoo habeenada xagga yimaado bimaka layaaliya mina min ajli siqaayatihi fa adina lahu rasuulkuna wuu ogolaaday mutafaqun caleyh xadiidkan iyo kan dambe aan isku fasirno markaasaan faaliqinayna insha allah وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه عاصم بن عدي وحال وريي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص وحو الرسول الرخصي وقال ذي لرعات الإبل منك جيل الرعات الجري في البيتوتة إن بريان البيتوتة إن بريان عن من من إن مارت أي عن من هذه الليلة يعني إن من بين بريتان كذي أي الله رخصي رخص للرعاة الإبل في البيض توتة عن منب من البريق هذه بقى رخصة لقسي هاي سمينيين يرمون يوم النحر مالك التورنات أي جمانيين وقمشة دي جمرة العقبة سوى تورانيين ثم يرمون ويتورانيين ليومين لبا مالموت ثم محل مال تورانيين ثم يرمون يوم النفر معلنك بغتانك أي تورانيين رواه الخمسة وصحوه الترمذي وابن حبان أي سونا صحيح يلي طيب سقاية الحاج حاج إن لورابيو من زمزم لورابي بيها زمزم كلها بيي أب نعم هو هوستا قبط اللي بدأ قد يسمر كيها عن شاقني فان هوستا وقافيرينينا حكم كولا اسكم مدى marka xaajiga siqaayadiisa in la waraabiyo waxaa hawsha iska lahaa al-Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu ee rasuulka uu rukhsiyay rasuulku marka ee sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu rukhsiyay inuu iska tago jazakallahu khayr ila tarki al-mabit bi min al-layali at-tashriq habeenadii halka la joogi jiray wuxuu adigu iska baxo xagga uga sii horree dadka أما غيرك أو ضدك يجو أن وح ضرورة يقدر دار لهين حال الرواحين بريان من هنا بريان هي لوبة هي كحديث كاسوكو كتوسين يا على مشروعية المبيت بمن ليالي أيام منا بين ذا منا إن هل كهبين كي لا بريو وأنا بين كوبية تمنات وبية تمنات يا صديقية تمنات أيام أركالك لا بريا وقفك تأخر سمينا يا وأنا متفق عليه بين العلماء اسكوا فحصيهين قلنا أن مركا يو حولها رعاة الإبل كيل جريها هايو دي حولها هايو الرموها الله كم مشكور سنا وحوه قل هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الجنتان يوم الحادي عشر ثم مالتا تبنات جبرة العقبة لكمانا يا مركا مالتا كوبية تبنات هو أول أيام التشريق هي واليوم الثاني عشر أي وقت يتورنا ويجمعون بين الرمي يومين بتقديم الرمي على يوم لابد مع الموت بيحل مرسك درعيا وما لتكو بيتمنات أي ولا تورنا يعني لابد مع الموت طيب ما لنتي صديقة تمناتنا كوني دي دعيا يغن أطورنا مركو أرخصي رعاة الإبل بري لهايين يوغونا ماشا ليلادو من أجو لهايين أيو الرخصة يغنى كسيي مركا حديث كنو كتوسن كنا إسنسدو كلا وجوب المبيت بمنن هبين نديد إن جوغو الرخصة في عدم المبيت في منن لشاق بسقاية الحاج والروحات الإبل لحذرهم والمبيت واجب أكثر الليل لا كله يعني مبيت كنا هو إن جوغو مركا مسلاهان مركا الله يواسكت تعليقين على بعضها بحوة دتك قاركو بعض الناس له مهام يعني دتك قاربا أمور له مهام يعني بحال له مهام مسؤوليات بحياة مثلا دتبا حراسة دتبا حجينا يا كسو قال هذا نين مكو كلاي بكيين يوح إلى عليا شذا بنوك تو كلايو دتك هي وح بدلنا عن هنين shaqadaan laga rabo inay hayaan ay waardiyaha qabtaan habeenkii dadkii xoolaha iyagana ilaalinayay oo maarta xoolaha loo dhiibay oo kale
marka dadkaas iyaga iyo dadka acmaalu nadaafa kuwa waxaa jira nadaafada wada aragtay habaan iyo habeen saacad baa wax loo nadiifinaya aan iyagana xaramkii ka tegi karin oo nadaafadii ku jira kuwa oo maraydka ah haweenayda murducada oo iyada ilmo yaryar guri bay ku leedahay makay degan tahayba marka ilmaha yaryar bay leedahay oo meeshii jooga dadkaas oo dhan waxaa loo ruqsayey yani bariga habeenkii ay meesha joogayaan mina ruqsa ayaa laga siiyey marka waxaa laga rabaa inay yimaadaan habeenkii waqti un ka mid ah maaragtay ay markaas weliba waqtiga qaarka horta ruqsa laga siiyey marka imaatinka naftiisa habeenkii la rabo in la joogo oo aan ka hadlaynay imaatinka sideedaba minha la baryay laleeyahay waa in habeenka qayb ka mid a un la yimaado qayb ka mid a ba waajib duuninka xagga intuu marka qaar makuhu maba yima intay yimaadaan oy hal mar baabuur soo qaataan oy meeshan yimaadaan bay waxoogaa joogaan mina dhexdeeda haddana waa iska baxaan marka sidaasoo kale waa suuragal habeenka un wax ka mid a ama dadka iyagu asxaabul acdaarka oo cudurdaar kale bariga iyaga waa looga rusay inay meesha joogaan ayb وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال وحي لي أبي بكرة نفع بن حارث الثقفي قال وحي لي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر رسولك خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر مالة النحر أيو مارك رسولك نوخد بيي وخطبة الوداع خطبة داريت جامع مانع عهد خطبة الوداع وحياه بلد وحضي الحديث متفق عليه البخاري مسلم هيا وري أبا بكرة نفاع بن حارث الثقفي ونين صحابي معلم بان الدين شيخ وقف السلطان بن مالين الصبح أنا عشر كان أخرين هني ونين لها حالي وحانا كنين هذا عجب حديث rasuulka sal allahu alayh wasalam ku dhiiranaya daaqad kala baxaya oo runtii aada baan ula tacajubay oo ninkan nufeec ibnu xaarithkan hadda aan marayno saxaabigan la odhan jiray abaabakar nufeec ibnu xaarith athaqafi ninkaa fadliga badnaa imaamu bukhaari iyo muslim xadiidkiisa ay mutafaqa ku yihiin ee asxaabu rasuulillaahi ah mujmucun calayhi raali laga wadaya lagu kulansan yahay cuduushooda ayaa ka mid ah dadkii uu daaqada kala baxay oo uu leeyahay waa kadaab marka ma aana garanaynin runtii waqtiga iigu horreysa habeenka iigu horreysa waa ninka aad badan la tacajubay meeshuu maray ninka noocaa hadda waa qoladan uu sheekh shibille ku dheganaa buu ku jiraa ee uu gaalnimada ku xukumay buu hadda ka mid yahay ma aana laakiin subaxaa garanay waan la yaabay ninkaan siduu maaragtay wuxuu galaayo iyo sida weliba meelaha looga soo daynayo ayib asxaabu takfiir kuwan oo saaciduunta meh waa qolo kale oo iyaguna hadda ismagacaabay oo laakiin iska dhigay caqlaani marka axaadiista iyagu ma ogolo qolo qur-aaniyiin la yidhahda inta badan oo axaadiista iyagu aan ogolayn qur-aankii iyo sunnadii rasuulku labadaas qabsada midkan waa la tuuray qur-aankaa nagu filan baa laga keliya طيب متفق عليه مركه ولينا كم والله بنين حلواني كاذين ان شاء الله الرحمن جبريل حفظه الله سوء كالعبطي وبيان بو قري واقري ومت اسلام قردن وكرر اللي كلي وقري قردن الهي نوان واتو عدكين يا بولي ومت المسلمين تسوى مالي نوان كرر اللي كلينا وهي انسمي لكن رقن حلولي ايو وعرعرنا يعني وغنتنا إن شاء الله ما شاء الله متفقون عليه وعن سراب بنت النبهان رضي الله عنها قالت وحيت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك أيا نوخط بي يوم الرؤوس قال انت مضحيض مضحيض وها أرق اللعنة يا لقبها فقال وحيت أليس هذا أوسط أيام التشريق ما أنت صوما مالمي البورتك ما أنت ودحيسي صوما خطبنا رسول الله يوم الرؤوس مالنت مضحيضة أو أريا القلاي فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق مالنت سماه البورت كودن بي أيام البورت كوحل صدح مع الموضع
كوبي طونكا لبي طونكا سدح طونكا وهلكا من اللي جوجو حولها لو قلنا يوم الرؤوس واليوم الحادي عشر ما عندها كوبي طونات وسمي يوم الرؤوس لأن الناس يأكلون رؤوس الأضاحي والهدايا في ذلك اليوم فهمنا لكن عديد كان أبو داود بوري إسناد أو ماركتي حسنا لكن شيخ الألباني الضعيف أبي داود أيه ضعيفي طيب وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبكي رسولك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك ولحجك وعمرتك طوافك طوافك بالبيت كعبة طواف إيش يو سعيك بكجرتا هي رواد قارن وبكتران هلكا وسعيك هي سعيك يقرد كاجي بين الصفا والمروة صفوية مريو دحوضة أل سعيدي يكفيك إيغا كاغفلا لحجك وعمرتك عمرة هذه حج كاغي إيغا كاغفلا عايشة نوحي قارنة وحج كيدي عمرة هذه مركا ويسدح قليسي بعد أن حاضر مركي وكردعي ماركتي عدد كردعي مركا رسولك صلى الله عليه وسلم يروا كوفلين طواف كاغي يا ماركتي سعيك اجي مره ثلاث سميسي ايجا كوفلان الحديث مركي يدل على ان القارن لا يجب عليه الا طواف واحد وسعي واحد يعني قفك قارن او قارن على الحج يوم رئيس كدري او متمتع عما اصل هذا النوع من الحج نمر كوريت عمر لما يستر انا سميه ولا حلال ايا هدنا قيمتي كلا لا سميه مركا oo waxaadana la sameeyay xajki baa la bilaaba laakiin qofku markuu qaarin yahay labadii amal buu isla socdaan haday marka saas la socdaan cunbadu waxay hoos geli xajku ma hoos geli marka waxa ku filan hal tawaf duruu sameeyo oo ku filan yahay hal sa'i wana sa'i la yakoon illa ba'd tawaf nusuk yani sa'iguna sidii sabab uu ka dambeeyaa isagu tawaf oo nusuk abu ka dambeeyaa wadkhul a'mal umrati fi a'mal hajj أي تحجي ليس في حق القارن بينهما يعني كيارك وين بتحجي ليا مركا هالكاس يسوي ذكي ليا هالكاس يقف لكن مركا عايشة وحقا كيار شغل تريدكم وحلا نقن يعني حج عمر ما طول الله بن أنا محج كلي أنا لن نقن حقا مركا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدوي قوة الصحيح وهذا النية اللي سيطى نقطة الرسول صلى الله عليه وسلم يا انتو عبد الرحمن ولا لك لا قدري با تنعيم والقدر للارض هلك حتى كسو حمر حرمه عمره كله سامي وماش حتى مسجد عائشة اللي وسبي او تغى او قف كي ربا عمره اد طيب رواه مسلم وعن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول كلم يرم المؤوس رسول صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه السبع يحاول ماركتي طوافك وطواف الإفاضها أها رمل مسامعين طيب مركب حالة وضع رواب الخمسة إلا ترمذي والصحيح الحاكم اعلم أن الحاج لا ينبغي له أن يزيد على هذه الأطواف الثلاثة يعني صدق ذن طواف يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمار بعد زوال طيب وحديثك سوى صعود رمل وحوي رعلين تأيو أردك طوافك إفاضلاء مؤمن السمينين طوافك قدومك أيو سميي مركا كان مصمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع يعني وحوي وريق استطبدي وريق الذي كاسو أفاض فيه طواف الإفاضيه كجري رمل مصمينين رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده كذا الظهر ظهر كأي والعصر عصر كأي والمغرب والعشاء مغرب كي عشائق ثم رقد وصيحري رقدة سيحشو بالمحصب ماشي للمحصب أيو صيحري محصب مكة أيو هلك السيحري ثم ركب وكريو إلى البيت بيت كي أيو حقي سيكري جديد كي سيكري البيت كعبد آلي فطاف به وطوافي ما رواه البخاري مركه الطواف كان هنا هو طواف الوداع مركه ومركه رسولك بحي صلى الله عليه وسلم مركي وصوت ورتبوره بعد الزوال في اليوم الثالث لايام التشريق ما انت صدحيه طنا مركي وصوت ورتي
ayuu soo baxay dafaca min mina buu kasoo tegay marka meesha al abdaxna waa la yidhahdaa muxasabna waa la yidhahdaa buu maartay intuu degay ayuu ku tukaday duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishaa'igii wuunan seexday hurdadiisuu xogaa iska seexday kadibna wuu soo caraabay oo gaadiidkiisii buu ku soo dhacay kacbadii ayuu tawaaf ku soo sameeyey tawaaf alwadaac weeye uma saafara caayid ila almadiina marka safarkiisii uu soo bilaabay dartadna waxaa ku tusanaya waa meel laysku hayo xadiidka soo socda ayaan arki doonaa saxaabta qaar waxay leeyihin in sidaa la sameeyo oo meesha intii la dego halkaa lasoo maro ee lagu yara nasto salaadaha lagu tutukado lasoo baxaa sunna laakiin waxay leeyihiin sidaan arki doonaa xadiis soo socota way uun u sahleen rasuulka oo maridkiisa ahayd ma ogiye waxba sharti maa in meeshaa la dego oo qof waligu yidhahda halkaasaan degaya sharti maa laakiin isaga wuu u fuday waxaa kaloo ka muuqanaya qofku marka uu soo dhammeeyo acmaashiisa ood ka tegaysa beydka ood baxayso waxaa kugu dambeeya inuu noqdo tawaaf tawaaf lwadaa haddaad rabto ta maalma sii joog darta madiine aad soo noqo markaad soo noqoto maalmo magaalada sii joog maalinta aada baxayso ugu dambeyn haddii aad rabto inaad soo noqotona markaad madiine aad rabto inaad aado oo laga sii baxaya maka laga baxayo waa inaad tawaaf kusoo gebagabayso marka dawaafka un minaada lagu oran maayo markaad sa dawaafta xagga ka sii baxo ma soo noqon kartid qofku intuu soo dawaafo soo laabto labisto dharkiisa qaato gadiidkiisii uu raaci karaa waxaa la rabaa yani sii joogid wax la oran karo oo magaalada maalmo maalin iyo lagu sii hakado ama waqti dheer la sii joogo inaan la samaynin inta ugu dambeynta lagu gebagebaya laga socdo meesha ayib وعن عائشة رضي الله عنها أنها عائشة لم تكن معها أن تفعل ذلك وفرس وحديث كذا يشيغين يدو معنا هل كانت دقي جرين عائشة لم تكن معها أن تفعل ذلك مثل ما يسا أي نزول دقيتان كان بالأبطح أما محشب بالليل هذا لوضع محشب يا من أبطح مثل كانت راضبا ما هنا دقي جر وتقول وحورين جرتي إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كهوتي لأنه سو كان وحوها منزلا قوب أما مكان أو asmaxa u sahlan likhuruuji rasuulka sal ly slam bixitaankiisa u fuday meeshaasa isaga toobiya u ah marka laakiin ma ayna degi jirin rawaahu muslim wacan ibn cabaasi radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi umira annaasu dadka waxaa la amray an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdihim bilbeyt waaka dawaaf lwadaac kana sii cadaynaya umira annaasu dadka waxaa la amray an yakuuna inuu ahaado ama uu noqdo aakhiru cahdihim bilbeyt yacni ogaalkooda ugu dambeeya inuu kacbada noqdo magaalada maka joogideeda yani ogaalku waxa weeye yani meelaha la joogayo meesha u dambeysa inay noqoto beyt ilaa anahu khufifa can alxaayid laakiin haweeneyda xaayadada ah waa laga fududeeyey haweenku tawaafka hore oo tawaaf quduumka ana uu ka dhacaya iyagana haddii ay xilliga dhiig uu ku dhaco markay magaalada soo galaan ama iyagoo caadadii qababa ay magaalada yimaadaan tawaafa quduumkii wuu ka dhacayaa oo ma samaynayaan marka dambe oy tegayaanna haddii markay xajiyaan oo xajkoodii ay dhammaystaan tawaaflifadooda la yimaadaan maalmaha lasii joogo haddana ku dhaco isagana inay u joogaan tawaaflwadaaci sharti maaha way iskaga tegi karaan ilaa annahu khufifa can alxaayidi muttafaqun caleyh ayib wacan ibni zubayri radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayi wasalam rasuulku wuxuu yihi صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صلاة هل صلاة وفي مسجدي هذا مساجد كيغن لغتك ومسجد المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وكفر بدن هي من ألف صلاة كن صلاة وفيما سواه مساجدك لغتك ذي إلا المسجد الحرام masjidka xurmada leh isaga kuma jiro isagu ka sii fadli badan yahay wa salaatun fi lmasjid alxaraam salaad lagu tukada masjidka xaraamka ah xurmada badan afdalu isagu wuxuu ka fadli badan yahay min salaatin fi masjidi salaad oo lagu tukaday masaajidkaygan buu yidhi haadaa oo kana bimi'ati salaatin yani boqol salaadood yani mi'ati salaad rawaahu axmed wasaxbi ibn xibaan yani mi'at ألف صلاة بأسان وعبرة مئة ألف صلاة إنه يا أجر كده مركا كاسنا وحاوين سو فضل يسو انت سو ديان وفضل آدو تربضا
dad 100,000 salaatin xisaabto meeqay toqonaysaa waxay noqotaa taqriiban 1,000 salaa waa 55 sano baa la yidhaahdaa salaadeedii wey 55 sano ama 56 sano taqriiban salaadii la tukan lahaa wey haduu ilaahay subxaana wa tacaala hal mar uu ku waafajiyo inaad xaram ugu tukato hadday maalin keliya aada ku tukato hal maalin iska dhaaf maalmo badan oo joogtay hal maalin oo 21 ricadood aada ku tukatay oo sunnooyinkii ah baa waxay u dhigmaan baa la yidhahdaa 277 sano wixii uu qofku la tukan lah yacnii qofkiiba ilaahay yani buu musaad waxaa laga yahaa waqtiga intaa salaadii la tukan lah 277 sano wixii la tukan lahaa ayaa u dhigmay marka fadli weyn baa ku jira dadka aaday oo cumrada tagay oo xaj aaday oo soo ziyaaranayo meesha tagay ay waa fursad weyn tayib rawahu axmed wasaxiib ibn xibaan ayaa wariyay باب الفوات والإحصار الفوات وحويان كتجد حجك حجك وقفوا رافع يجرى صالة ونجوا مكة مو سو آذيبة لكن هذا وحبا قارص من وحجك وقول رافع يجرى الإحصار كنا وشرد وحلي هذا أما منعين هذه لقى جوج هذه أعماش بحد وجرى باقي لقى جوج يقولوا سمين مس دولة ده بتر بكا جوج ترحيل باب الوس اللي ذو نحن كمريان تلو قبطها لغا توري ملكا طيب عن ابن عباس رضي الله عنه واجرت ومضور نحن مريان جرق بصور رد واجبت حبضا با جرق مركا تاسو كان ضيا طيب نعوض محل السمين وعن عباس رضي الله عنه ما قال وحو يلي قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان الشعي واللي جوجي ومكلوتي لأنه طواف كيس سمعي حسمي مكة فحلق ووسك حيرتي وجامع النساء ودمر كيسين ووسك جماعي وقال موضي وانا حرى هدي وهدي كيسين ووسك قورع معنا وحلال وبيبا هالكاس وقرصون وانا حرى هدي وهدي كيسين وقورعي حتى يعتمر انتو كعم رئيسي عاما قابلا سنة كي حيقي وصو عم رئيسي كعم رضي رسولك صلى الله عليه وسلم تيوري لغي جوجي عمرة القضاء سنة كي تنبه وكوي كوي الشيء انتو سكالارتي wixii wadeen halkii ku xalaaloobeen ilaa waa la sharay waa loo diiday meeshii lagu xalaaloobay bay iska baxeen tayib saan ka dambe markii imaatay waxaan Aisha radiyallahu anha qala waxay tiri dakhala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu soo galay ala dubabata bintu zubayr ibn abdul muttalib radiyallahu anha dubabata bintu zubayr ibn abdul muttalib gabadhaas uu soo galay zubayr ibn abdul muttalib uu dhalay فقال الله كتر يا رسول الله يو إني أنا أريد الحج حج بندونية حج أي ربا وأنا شاكية وشيغنا يوحن سنة وأنا جرنا هاي حج نوار فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول كبكوري حجي حج واشترطي شرط حرو حجي واشترطي أنت حجي دو شرط حرو وأنا بشرت ومحاد عيسى حتى إذا أن محلي حلال وبيو ماشي أمكو حلال وبيو وحيث حبستني إلى يوم مشهد وحبست الجوجس ماشي النافي وبيو ها إن محلي حلال وبيو ماشي أمكو حلال وبيو وماشي لا يوحبسو طيب مركا قفكم مركا ومركا حجينا تو حكاية oo ayna la maasha dhameysan kari weyd aad ka baqayso oo shartigan aad xirato waa iska xalaaloobaysa meel alla meesha lagu qabto buu ruuxu ku xalaaloobaya tayib shaakiya mariida maxalli ixlaali min alixraami marka waxa uu meesha aan ku xalaaloobayo waa meesha lagu sharo oo lagu joojiyo ayad yadullu alxadiisu marka wuxuu ku tusinayaa calaa annahu yajuusu alishtiraatu cinda alixraami lilmariid قفك مرضك أوهي والمرض اليسير لا يمنع وجوب الحج مرضك ياري مس ما مدي إذا يهن الحج يو قفك قارب الله تسك الصعود يو وحنو سن لكن قفك دو كب عينو لما يسن كروايو مركا إنو الشرط قال لأنه قال حجي واشترطي ولم يأذن لها بالترك يعني كتجد أنهم أقولانين إسكدا مقرن يو كل الشرط قال حرو من الله ما شاء تقول لا فويدو أيتك حلال وبيس وعن إكرمة عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه
qaybtii hore oo tegitaanka xajka ah ayib wuxuu qaybta hore xajka wuxuu ku shaaray baabu lfawaat walixsaar ka tegiddu iyadu waxa wey alfawaat waa rukun inuu qofku tusaale wuquufkii bacarafa oo kale u suuroobi weyday khilaal 24 saac shalay waa inagii sheegaynay oo xajka waa carafa la yidhaha alxaju carafa marka qofkii sagaalaadkii aan tegin maalintii sagaalka ma tegin habeenkiina ma tegin intaasoo dhan buuma suuroobin durabo tobankiibuu soo galay arrin diyaaraddiisiibaa laba daahdaa durabo flaytkiyaa ka tegay wuuna rabay marka maalintii tobnaad buuba carriga soo gaaday qofkaas acmaashiisa unbu iska samaysan ma ogi wixii camal u sameeyo dee ajirka ilaahay wuu siinayaa waa daba inaga sheekha salaadu ku tukaday baa faa'iido u ah laakiin xajkaasi waa ka tegay waa inuu fi alcaam alqaadim uu soo xajkii kale uu soo sameeyo laakiin hadda wuu ka tegay kaas ayib وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قول من كسر قفك اللجبيو وجبي أما كسر له ما كسر قفك الجبام اللجبيو أو مسعور جاء مركع له ويساقنا عرج وعو مركع شضع وكال فقد حل قفك سوى حلالو بي مشى سوى حلالو بي وعليه الحج من قابل sanadka soo xigana ha soo xajiyo sanadka dambe uun xajka ha yimaado hadda waa iska xalaaloobay meeshiisa wax walba yuu ku xalaaloobay qofka acmaashiisa ku joogsatay faqad xallahu calayhi alxaju min qaabilin qaala cikrama ayaa wuxuu yidhi sa'altu ibnu cabaas baan weydiiyey iyo waabaa hurayrata can dalika arrinkaa faqaala waxay dhaheen sadaqa runbuu sheegay ibnu cabaas iyo abaa hurayra cikrima markuu sheegay yaa way labadooda la warsaday oo dee rasuulkii la joogay sal allahu alayh wasalam faqaala sadaqa rumbushay rawahu alxamsatu xasanahu altarmid marka yadulu lxadiis ibnu cuhaymiin wuxuu yihi calaa ana alixsaara yaxsulu bigayri alcaduw yacnii wuu ku ansaxaya ixsaarku marka qaarku sharid baa nidhi rasuulka markuu hore cadow baa celiyey marka cadow la-aan oo xitaa cudurdaar kale a naftiisa inay iyadana ku imaanaysaba ku tusanaya sida kasri oo jabid iyo qofkan murkacday iyo laysa caduwan cadow ma maca dalika haddana waa loo ogolaaday sanadka soo socdoon xajkooda sameeyaan amkaana ku joojiyaan wa ilaa huna nashlu kitaab albiyuuc halkaana waxaan kusoo gaadhnay insha allahu tacaalaa kitaab albiyuuc kitaabkeenina insha allahu tacaala haaf ayuu soo gaadhay ama intii badnayd baa taqriiban soo wadnay